السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. احنا اليوم ان شاء الله راح نبلش مادتنا اللي هي مادة الـ Instrumental Analysis. المحاضرة الماضية كانت General، حكينا بشكل عام عن تعليمات الجامعة الجديدة وشوي عن المادة. بنحكي اليوم ان شاء الله هيك 10 دقائق ربع ساعة، بنحكي شوي عن التعليمات الجديدة ونكمل بعدها في المادة. أهم نقطة في التعليمات الجديدة اللي هي موضوع الحضور والغياب. راح يكون الحضور والغياب ومتابعته مختلف شوي عن الفصول الماضية في التعلم الإلكتروني، لأنه هذا الفصل ممكن يكون فيه حرمان للطلاب إذا كان تجاوزوا الحد المسموح من الغياب. فكمان مرة الحد المسموح بالغياب أتوقع عندكم راح يكون 6 محاضرات، يمكن 7 حسب نظام الحضور والغياب، أنه يعرض حال الطالب للحرمان. فأرجو أنه الجميع يحاول قدر الإمكان أنه يتجنب هاي النقطة. بالنسبة لموضوع الكاميرا، هو في كثير يعني عدم ارتياح للطلاب للموضوع. راح أترك أنا الموضوع لكم، اللي بحب يفتح الكاميرا يفتح، اللي ما بحب ما في مشكلة، لكن ممكن أنا للتأكيد على وجود الطلبة ممكن أطلب من عشوائيا في محاضرة أو خلال الأسبوع أطلب من 1 أو 2 أو 3 إنه يفتح الكاميرا. أوكي، يبدو في ناس عندهم مشاكل في الحضور في هاي المحاضرة، بس أنا أعمل لهم شير ل meeting details. تمام، محمد سبحان. اوكي طيب، اول شيء اعمل شير للشاشه. قبل ما نبلش في المحاضرات، خلينا أشرح لكم عن شوي عن المودل وعن المثيرة اللي عندكم على المودل. طبعا الجميع لازم تستخدموا المودل كل يوم يومين، لازم تستخدموه وتشوفوا إذا عليه إعلانات وعليه مواد جديدة. يعني مثلا في المادة الموجودة حاليا اللي هو الفصل الثاني Instrumental Analysis، في عندي أنا 3 شعب، عند دكتور جميل في شعبة، فإذا أنتم ملاحظين هنا في الكورس Outline، في Text Book Scog، في Recommended Text Book، وفي Introduction to Instrumental Analysis، هذا اللي هو الPowerPoint أو المحاضرات. Introduction راح تكون خلال هذا الأسبوع، الأسبوع القادم إن شاء الله. فهذا إذا فتحتوه مفروض تلاقوا اللي هو السلايدات، اطبعوها إذا بتقدروا عشان تحطوا ملاحظاتكم عليها مباشرة. هون التكست بوك السكوج، هذا هو الطبعة 7 من كتاب Principle of Instrumental Analysis لسكوج هولر أند كراوتش. هذا هي الطبعة 7 اللي هو التكست بوك المطلوب منكم. طبعا نرجع نشوف الكورس أوتلاين. كورس أوتلاين، الجميع لازم يكون عارف شو الكورس أوتلاين وشو مكوناته. طبعا هنا في ساعات مكتبية إلي أو للدكتور جميل، فبالنسبة إلي في عندي 1-3 خميس من 9 للـ10 من 11 للـ12 وقت المحاضرات، آسف. الأوفيس أور من 12 للـ1 1-3 خميس، ومن 4 والـ2 من 9:30 للـ11 هو بشكل رئيسي على التيمز. لكن إذا كان في حاجة إنك تشوفني في المكتب ما في مشكلة، أنا مكتب موجود 212 دي أو في مركز الأبحاث الصيدلانية زاركي اللي عند الموقف في الطابق الأول. فكان مش هون أو هون ممكن تمروا علي، والأوفيس أورز على التيمز بين 12 والـ1 1-3 خميس و9:30 للـ11 الـ2 والـ4.
طبعاً الكورس الأوتلاين بتضمن مجموعة من الأمور من ضمنها الكورس ديسكريبشن والأيم أوف كورس. فهنا في شرح عن إنه هذا الكورس إن شاء الله راح نقدم له مجموعة من ال instrumental analysis أو instrumental techniques اللي راح نستخدمها في التحاليل والصناعة بشكل عام، الصناعة الدوائية. راح أحاول قدر الإمكان إنه خلال هذا الفصل إنه نربط أي مواضيع كيمياء تحليلية بالpharmaceutical industry، كونه إنه المكان الرئيسي اللي ممكن تستخدم فيه هذا الكورس إما أنك راح تستخدمه خلال دراستك إذا درست ماجستير، وإذا اشتغلت في صناعة دوائية راح يكون مستفيد أنت من هذا الكورس. طيب، في هذا الكورس راح نأخذ مجموعة من التكنيكس. بشكل رئيسي التكنيك هم سبكتروسكوبي وكروماتوغرافي، راح نحكي شوي هسه اليوم عن هاي التكنيكس خلال الباوربوينت. لكن اذا تطلع على الكورس ستراكشر مقسم حسب الاسابيع، يعني في عندي اسبوع واحد اسبوع اثنين الانترودكشن اللي راح نبلش فيها اليوم ان شاء الله، نحكي عن مقدمة عن instrumental analysis in general، بعض المعلومات السابقة من الكيمياء التحليلية، ومقدمة عن موضوع الميثود validation. في الأسبوع الثالث إن شاء الله راح نحكي عن introduction to spectroscopy، راح نبلش فيه نحكي عن تكنيك اسمه spectroscopy. طبعا بتلاحظوا هنا ممكن هذا يكون guide إليك اللي هو assignment method، يعني بعد نهاية الست الأسبوعين هذولا في عندكم كويز رقم واحد، والكويز راح يكون على نظام التعلم الإلكتروني المودل. تشابتر الأسبوع الثالث إن شاء الله بنحكي عن ريدكشن سبكتروسكوبي، وإذا بتشوف هنا تشابتر 6 و7 هذولا التشابترز اللي في كتاب سكوب، يعني كتاب التكست بوك الموجود عندك في موجود بتشابتر 6 و7 إنترودكشن تو سبكتروسكوبي. حكينا المرة الماضية إنه تكست بوك حاول تستخدمه بفعالية عن طريق إنك تحل الأمثلة، تحل أمثلة نهاية التشابتر، وإذا كان في موضوع ما فهمته مني ممكن إنك ترجع تقرأ هذاك الموضوع بالذات من التشابتر. بعد هيك إن شاء الله راح يكون عندنا 4 و5 أسبوع، رقم 4 و5 حوالي 5 لكتشر ل6 لكتشرز راح نحكي عن أول تكنيك في السبكتروسكوبي اللي هو UV Visible Spectroscopy، هو مغطى بشابتر رقم 13 وشابتر رقم 14. بعد هيك شابتر ويك 6 راح نحكي عن IR Spectroscopy اللي هو Infrared Spectroscopy. طبعا في نهاية شابتر UV Spectroscopy في عندنا Assignment 1 في IR Spectroscopy، عندنا Quiz Number 2. الأسبوع السابع عندنا ماس سبكتروسكوبي، وبهيك بنخلص مادة الميد تيرم وبيجينا إن شاء الله امتحان الميد تيرم. في تشابتر في أسبوع 8 و9 راح يكون في عندنا بداية تكنيك مهم اللي هو الكروماتوغرافي، introduction to chromatographic separation. وفي أسبوع 10 و11 راح يكون عندنا تكنيك مهم جدا في الصناعة الدوائية عن ال HPLC High Performance Liquid Chromatography. الشابترين الأسبوعين هذول راح يكون فيهم assignment رقم 2، وفي هذا الأسبوعين راح يكون فيهم الكويز رقم 3. بعدين في عنا أسبوع عن Gas Chromatography، إن شاء الله آخر أسبوعين راح نحكي عن تكنيك ال NMR Nuclear Magnetic Resonance. بعدها إن شاء الله راح يكون في عنا اللي هو ال Final Exam. فدائما استخدموا الكورس اوتلاين او السيلوبس كجايد لك عشان تعرف شو الشباتر الضايله، كم محاضره متوقعه، شو الكويزز والهوم وورك المطلوبه منك. طبعا الكويزز راح تكون على المود اللي نظام تاع الامتحانات الالكتروني نفسه. الاسايمنت ممكن تكون عن تيمز او عن طريق المودل، بنحدد في وقته ان شاء الله. طبعاً مكتوب اسم المين تكست بوك، وفي موجود تكست بوك إضافي للي بيحب يستزيد في الموضوع
ممكن تكون هاي واحدة من المراجع اللي يستخدم. التوزيع العلامات للمادة زي الفصل الماضي الميد تيرم 35 علامة، الاسايمنتس والكويزز 15% والفاينل اكزام 50%. هاي ال 15% اللي اخذ معي التحليلية بعرف انا بالعادة باخذ مجموعة الاسايمنت والكويزز قدر الامكان، حاول ناخذ مثلا 5 مجموعهم بحيث انه اخذ اعلى 4، اذا اخذنا 6 باخذ اعلى 5 وهيك، لكن اذا قدرناش ناخذ غير 4 بضطر اخذ الاربعة كاملين. ملاحظة هون انا المشاركة ما بدخل فيها موضوع الحضور والغياب، يعني الحضور والغياب بيكون اللي بيتجاوز ولا في مشكلة عنده بيكون بيؤدي الى حرمانه، لكن الحضور والغياب ما بيأثر على علامة ال 15% بالنسبة لي انا. فال 15% هاي فرصة لكم، كلها بتاخذوها من الكويزز والاسايمنتس وال اللي راح نطرحهم، فما حدا يعتمد انه ممكن انا يكون ضامن انه في له 5 علامات او 10 علامات مشاركة. ما بتاخذ مشاركة الا عن طريق الكويزز والاسايمنتس فقط، ما في اي اعتبار ثاني بالنسبة لي. تمام. عم زي الفصل الماضي بشكل رئيسي، اللي عنده سؤال ممكن انه يرفع ايده عشان يسأل. انا بالعادة بفضل ان تكون الاسئلة كلها في نهاية المحاضرة، عشان هيك انا بالعادة بكون مسكر المايكات عليكم عشان ما ينفتح مايكات بالغلط ويصير في ازعاج في المحاضرة، لكن اي حدا حابب يعلق ممكن يكتب على المسجات وممكن انه يرفع ايده. طيب خلينا نبلش في ان شاء الله امور واضحه. اذا حد عنده سؤال هسه عن هاي المواضيع قبل ما نبلش في الماده ممكن انه يسال. طيب خلينا نبلش في والله مش عارف لسه يا علي عن موضوع التسجيل، يمكن اتبع طريقة ثانية، لكن لحد الآن في الانتركشن انا في العالم الانتركشن ما بسجلش اشي، لكن ممكن انه يكون في تسجيل على الباوربوينت نفسه، راح اشوف هذا التكنيك اذا زبط هذا مناسب بالنسبة لكم. هذا ممكن على الباوربوينت اني انا اسجل الكومنتس على كل سلايد، فهذا ممكن يساعدكم لما انزلكم هذا الفايل، ممكن انت بتاع السلايد اللي بدك اياه تلاقي التعليق موجود عليه ريكوردد ومحفوظ، يعني تقدر ترجع فقط للكلام عن هذاك السلايد، كونه انه هاي المادة كلها سلايدات مش زي الكيمياء التحليلية. نبلش في موضوع اللي هو الانسترومنتال اناليسز. الانسترومنتال اناليسز حكينا هذا هو الكتاب المأخوذ منه الماتيريال اللي هو Principle of Instrumental Analysis The Skog وهولر وكراوتش. طبعا المتطلب السابق المادة اللي هو Pharmaceutical Analytical Chemistry. راح نبلش في General Introduction للانسترومنتال اناليسز. طبعا أخذنا إحنا مقدمة عن هاي الأمور في الكيمياء التحليلية، المادة الكيمياء التحليلية حكينا عن الأناليتيكال كيمستري إن جنرال. فالأناليتيكال كيمستري هو عادة يتعلق بتحليل العينات. الرئيسي دائما في تحليل العينات هو ما هو موجود وكم موجود، اللي هو determined identity and the amount of the unknown، اللي هو إذا بتذكر أتوقع راح يكون بالسلايدات إنه qualitative quantitative analysis. فالكيمياء التحليلية تتعلق دائما إنه إيش موجود عندي في السامبل، إيش موجود مواد وإيش موجود كميات. فما راح تختلف الكيمياء التحليلية والإنسترومنت أناليسز من هذا الأبروتش، إنه راح يكون الاثنين هدفهم تحليل العينات، لكن راح نشوف لقدام انه في الكيمياء التحليلية اللي اخذناها كان الطريقة هي طريقة تقليدية التايتريشن والوزن والجرافيمتريك اناليسيس، لكن هنا في الانسترومنتال اناليسيس من اسمها راح نستخدم انسترومنت، راح نستخدم اجهزة
في تحليل كمان مرة كوانتيتيف وكوالتيتيف. طبعا زي ما حكينا اذا تتذكروا في الاناليتيكال كيمستري انه دائما لازم يكون في عندي ريبريزنتيف سامبل. ريبريزنتيف سامبلز عاده هي نقطه مهمه لانه انا ما بقدر احلل كل العينه. يعني نتخيل انه انا بدي احلل كميه كالسيوم في حليب، مش من المعقول انه انا عندي من المصنع عم بنتج 100 طن اني احلل 100 طن. طبعا لازم انا من ال 100 طن يمكن يطلع عندي سامبل واحده وزنها يمكن 1 جرام. كمان في الصناعه الدوائيه ممكن اكون انا بنتج باراستامول، باراستامول يكون فيه مليون حبه، هذول المليون حبه يمكن اخذ منهم 20 حبه 50 حبه احلل عليهم. هذول العينات لازم يكونوا ريبريزنتيف، لازم هاي العينات القليله تمثل اذا كنا اخذنا 50 حبه لازم هذول ال 50 حبه يمثلوا المليون حبة. طبعا في حكينا يمكن بكلمة تحليلية انه في عندي هوموجينيوس وهيتيروجينيوس سامبلز. الهوموجينيوس اللي هي زي مثلا لو انا بدي احلل الكافيين في الشاي، هو العينة هوموجينيوس، يعني اي جزء من العينة يماثل الكل، يعني ما في اختلاف فيهم. لكن في بعض العينات اللي ممكن تكون تو فيزز، يعني لو كان في عندي زي هذا اللي هو مي وزيت عينه، هنا بدنا ننتبه انه السامبل هاي مش هوموجينيس، هاي هيتيروجينيس، فممكن يكون لازم في بروكوشن معينه في تحليل. لا تقلقوا، طبعا هاي عباره عن مقدمات مش هاي الماده الرئيسيه للانسترومنت اناليسز. طبعا احنا في الصيدله اهم انلايت عندنا اللي هو الدرج. فاذا كان الاناليتيكال كيمستري لها فروع كثيره، ممكن تكون انفايرومنتال، ممكن تكون بيولوجيكال، ممكن تكون فود، لكن احنا الجزء اللي خاص فينا اللي هو الفارماسيوتيكال اللي هو تحليل الادويه. فهون زي ما انتم شايفين هذا البانادول الماده الفعاله اللي فيه اللي هي البارا سيتامول. فهنا المادة الفعالة بالنسبة إلي اللي هي يعني لو افترضت أنه هذا التابلت يكون مكتوب عليه 500 ميلي جرام، فالخمسمائة ميلي جرام هاي المكتوبة على الباراسيتامول تابلت هي كمية الباراسيتامول في التابلت، لكن التابلت هاي ممكن يكون وزنها 1 جرام. هنا الفرق بين 500 والواحد جرام هي المواد الغير فعالة أو الإكسيبيانت، هذول اللي هم مهمتها تعطي قوام التابلت، تعطي ذائبية للتابلت. هذا الموضوع تدرسوه بالفيزيكال. لكن كل كونستينتوانت ما عدا الأنالايت، هون إحنا إذا تتذكروا سميناه ماتريكس. فالماتريكس هو كل كومبوننت العينة ما عدا الأنالايت. فهنا إذا عرفنا الأنالايت زي ما عرفنا بالكيمياء التحليلية، is the substance that we want to identify or analyze أو target material. في حالتنا هنا في هاي العينة، يعني إذا كان عندي عينة حبوب بنادول، فالأنالايت اللي موجود عندي هو الباراسيتامول، فأنا بحلل باراسيتامول في الدرج اللي هو البنادول. أوكي، طبعا حكينا إن البنادول الباراسيتامول هو الأكتيف إنجريدينت. طبعا اتذكروا هذا المصطلح API. API Active Pharmaceutical Ingredient. فأنا هذا الدرج شو الـ API؟ الـ API هنا هو الباراسيتامول، وباقي المكونات فيلر، أنتي أوكسيدانت، بايندرز، كوتينج، whatever، هذولا كلهم اللي هم الماتريكس. طبعا أنا إذا كان فرضا تحليل عندي باراستامول مطلوب مني حسب الطريقة اني انا اذوبها مثلا في دي ام اس او، طبعا هذا امثلة، بعدين اذوبها في مي فبيطلع عندي بالاخر ماتريكس. فهو هنا نقطة مهمة انه دائما التحاليل نادرة ما تكون سوليد ستيت، يعني عادة التحاليل بتكون ليكويد. يعني عادة الستيب الرئيسية في اي تحليل هو إذابة العينات. يعني أتوقع
تقريبا 90 ل 95% او معظم التكنيك اللي انتم راح تواجهوهم راح تكون مطلوب منك انك تذوب الماده في الاول بعدين تبلش في التحليل. وعنا على نفس المثال الموجود عنا اللي هو تعريف البلانك. حكينا قبل شوي الماتريكس هو كل مكونات العينة ما عدا الانالايت، لكن هنا البلانك هو كل مكونات السوليوشن اللي صار عنا ما عدا الباراستامول. يعني ملاحظين هنا في عندي أنا ذوبت الباراستامول مع الماتريكس تبعه جوا السوليوشن اللي هو دي ام اس او ووتر. هذا اللي هو دي ام اس ووتر والووتر ومع كل المكونات الثانيه ما عدا الانالايت، هذا اسمه بلانك. هذا البلانك موضوع مهم في التحليل وفي الانسترومنتال اناليسيس بالذات، لانه لازم اكون عارف شو تاثيره على التحليل. راح نحكي عن مجموعه قضايا تتعلق بالفاليديشن لها اهميه في وجود البلانك. فهنا أنا إذا كان بدي أعمل بلانك لهذا التحليل، هذا المثال اللي أخذناه قبل شوي إنه الباراستامول دوبناه بالدي ام اس او والووتر. فإذا أنا بحضر نفس الكمية الموجودة هنا لكن بعدم وجود الباراستامول، لما أنتم ملاحظين على اليمين، هذا اللي اسمه بلانك. طبعا هذول الكونستينتوانت اللي هو الان اكتيفز، هذول اللي اسمهم ماتريكس، يعني هذول هم الماتريكس العينة. لكن لما هذا الماتريكس كامل أذوبه في الدي ام اس او والووتر بصير في عندي اللي هو البلانك. تمام، فالبلانك contain all the constituent of sample except the analyte. يعني كمان مرة للتوضيح، فرضا كان في عندي عينة مثلا soil، عم بحلل تربة. جوا التربة هاي قاعد بحلل أنا مثلا معدن الرصاص. هسا هذا المكونات الأخرى اللي في التراب اللي هي ممكن تكون سيليكا، معادن ثانية، مواد عضوية، كل هاي اسمها ماتريكس، اللي هو ماتريكس العينة. لكن لما أجي أخذ العينة وأحطها في مثلا في H2SO4 50 ml، مثال طبعا، احط عليها 50 ml مي، اغليهم، بعدين احط عليهم امونيا، بعدين اعملهم فلتريشن واحضر سوليوشن، وهذا السوليوشن هو اللي بدي احلله. فهنا اذا جبت انا سويل منزوعة الليد وعملت نفس اجراءات هاي بحضر البلانك، لكن العينة عندي اللي موجود فيها الليد هي اللي بتكون اسمها سامبل، واللي مش موجود فيها بتكون اسمها بلانك. تمام. طبعا في مصطلح اللي هو الانترفيرنسز والماتريكس افكت، هذا اخذناه برضه بالكيمياء التحليليه، اللي هو انه البلانك انا اصلا بحضره علشان افحص هل في انترفيرنسز ولا لا. اذا بتذكروا الانترفيرنسز هي اذا تداخلت مكونات الماتريكس في التحليل فبصير في اسمها interferences، أو ممكن نسميها matrix effect. ما هو تأثير الماتريكس، هذا الماتريكس effect، تأثير الماتريكس على التحليل. هاي من القضايا المهمة في الكيمياء التحليلية. أي حدا بيشتغل بكيمياء تحليلية دائما لازم يدرس الطريقة اللي بيستخدمها، هل هي في إلها matrix effect أو فيها أي نوع من أنواع الinterferences. نحكي عن سريعا على الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف اناليسيس. اذا تتذكروا حكينا في الكيمياء التحليليه انه الكواليتاتيف تعبر عن الكواليتي، كوانتيتاتيف تعبر عن الكوانتيتي. فالكواليتاتيف اناليسيس هو تحليل ماذا موجود في العينات. يعني فرضا اذا كان في عندي عينه حبوب ما بعرف شو الماده الفعاله اللي فيها، فاذا انا حللت عشان اعرف شو موجود فيها فهذا بيكون اسمه qualitative analysis. اوكي، فاذا انا حللته عرفت انه الموجود في هذا التابلت هو البارا سيتامول فهذا بيكون اسمه qualitative analysis. لكن اذا كنت انا عارف انه هذا بارا سيتامول
وانه لكن المطلوب اني اعرف كم كميه البارستامول في الحبوب هاي اللي هو مثلا 500 ميلي جرام تابلت. هذا التحليل الاولاني بيكون اسمه كواليتاتيف والثاني اسمه كوانتيتاتيف اناليسيس. فالكواليتاتيف اناليسيس ايدنتيفيكيشن او كاركترايزيشن عشان اعرف the identity of analyte, عشان اعرف شو الانالايت الموجود في هاي العينه لازم انا اعمل كواليتاتيف اناليسيس. الكوانتيتاتيف اناليسيس بيعطيني ارقام, بيعطيني كميات الانالايت الموجوده في العينه. انا هنا كوانتيتاتيف بدور هاو ماتش, والكواليتاتيف اناليسيس بدور على كواليتي. طبعا زي ما كان في الويت كيمستري اللي تعلمناها في الكيمياء التحليليه كان في ميثودز كواليتاتيف وميثود كوانتيتاتيف, كمان في الانسترومنتال اناليسيس ممكن يكون هدفي كواليتاتيف اناليسيس, ممكن يكون كوانتيتاتيف اناليسيس. يعني ممكن استخدم جهاز التحليل علشان اعرف شو موجود في العينه, وممكن استخدم جهاز التحليل علشان اعرف قديش موجود كميه من الانالايت في العينه. بأي طريقة تحليل عادة في نقطتين مهمات. في شيء اسمه separation method, إذا تتذكروا في introduction للأتكال كيمستري حكينا عن موضوع أنه التخلص من الانترفيرنسز بده separation. شو يعني؟ يعني أنا بدي أفصل مكونات العينة عن الماتريكس قدر الإمكان أو على الانترفيرنسز. يعني هاي العينة اللي في البداية أنا ذوبتها فيها analyte وفيها matrix, فقدر الإمكان في separation أنا بدي أحاول أفصل analyte عن matrix, لأنه إذا كان جزء من matrix بيعمل لي interferences. فحكينا يمكن بالwet chemistry إنه واحدة من الطرق اللي هي extraction أو distillation أو precipitation. كل هاي التكنيكس في الwet chemical analysis اللي تعلمناها في الكيمياء التحليلية أو الويت كيمستري نسميها, كلهم هذول الطرق هدفهم separation. لكن في الطرق الانسترومنتال للseparation اللي هي راح نتعلم جزء منها اللي هي الكروماتوغرافيك أو الالكتروفوريس, فراح نتعلم في هذا الشابتر إن شاء الله في عن موضوع اللي هو الكروماتوغرافيك methods. الكروماتوغرافيك method هدفها الرئيسي اللي هو separation. هدف الكروماتوغرافي دائما هو فصل الانالايت عن باقي مكونات العينة أو فصل الانالايت عن الماتريكس. بعدين بعد ما تفصل أنت الانالايت راح يصير في عندك ديتكشن, إنه أنا كيف بدي أعرف كمية الانالايت. راح أستخدم physical properties موجودة في التفاعل أو في المادة. بعد بتذكروا كنا مثلا في التيتريشن ممكن انه يكون الكلر, ممكن الاسيد بيس نيوتراليزيشن, ممكن بويلينج, ممكن سولوبيليتيز. كل هاي الصفات كنا نستخدمها في الويت كيمستري. لكن في الانسترومنتال اناليسيز راح نستخدم خواص فيزيائيه للماده علشان نكشف عن وجودها او نكشف عن نوعها. فمن اهم اللي راح نستخدمه اللي هو الابزوربشن والاميشن والماس تشارج ريشيو, اللي هو خاصيات تفاعل الماده مع الضوء, اللي هي راح تكون تمثل السبكتروسكوبي. طبعا راح ناخذها بالتفاصيل. وهاي اللي هو الماء ام اس. فتفاعل الماده مع الضوء من اهم الصفات الموجوده في الماده اللي بيستخدمها الاجهزه. لكن طبعا هي مش الوحيده, ممكن توصيل الماده للكهرباء يكون خاصية في المادة. هاي الخاصية هي اللي بدك تشوفها الجهاز. تنسوش إنه الجهاز أداة لازم يكون بالآخر في إلها سيجنال معينة. هاي السيجنال عشان يقيسها إما أنها تكون كهرباء, إما أنها تكون ضوء, إما أنها تكون ماس ريشيو. طبعا كل هذولا كل واحد من هذولا التكنيك إذا كان مستخدم في الإنسترومنت راح نشرحه في خلال هذا الشابتر. طبعاً حكينا إنه الأناليتيكال ميثودز, طبعاً المقصود بالأناليتيكال ميثود هي طريقة التحليل. يعني طريقة التحليل تضمن إنه السامبل
كيف اعملها هاندلنج، يعني كيف ادوبها، كيف اعمل انترفيرنسز، بعدين كيف اعملها اناليسز، يعني اللي هي تشمل اللي هو سيبريشن، بعدين اللي هو الاناليسز او سميه عاده ديتكشن. فالاناليتيكال ميثودز لازم توصف لي كيف اعمل معالج للسامبل، كيف اعملها سيبريشن مثلا، وكيف اعملها بريباريشن او سموها سامبل بريباريشن، بعدين كيف اعملها ديتكشن او اناليسز. طبعا في نوعين من الطرق التحليل، اما انها تكون كلاسيكال ميثودز او سميناها ويت كيميكال ميثودز اللي احنا تعلمناه في الكيمياء التحليليه الكورس الاولاني، والطرق الجديده اللي هو الانسترومنتال ميثود راح نتعلمها خلال هذا التشابتر. طبعا الكلاسيكال ميثود ما بتحتاج لتكنيك صعبة، يعني عارة الطرق الكلاسيكية تقدر تعملها في اللاب بأدوات بسيطة، تايتريشن أو بريسيبيتيشن. زي ما حكينا أنه معظم التحاليل تحتاج لليكويد فيز أو لإذابة، عشان هيك احنا نسميها ويت كيمستري، ويت يعني مبلل، علشان هيك اسمها ويت كيمستري. وعارة كونها بتقدر تسويها على البنش مباشرة بسموها برضو بنش كيمستري أو بنش أناليتيكال كيمستري. فزي ما حكينا هنا إنه basic and classical methods اللي هو separation of analyte from the sample by precipitation, extraction, distillation، بعدين gravimetric أو titration. أتوقع هنا في عندي مثال إنه أنا أخذنا بالكيمياء التحليلية إنه طرق تحليل العينات، إما تكون عندي gravimetric method إذا تتذكروا، كان عندي مثلا أنا بحلل Cl- بضيف عليه AgNO3 يتكون عندي AgCl. أتوقع أخذتوا هاي التجربة أنتوا في لاب الكيمياء التحليلية. بعد هيك بعمل بالفلتريشن، بصير في عندي بحطه بالفرن بيطلع عندي وزني للـ AgCl من الماس، بقدر أعرف كمية Cl- اللي كانت في العينة الأصلية. فعلشان هيك إحنا سمينا هاي الطرق gravimetric analysis. ليش؟ لأنه بستخدم الماس. الطرق الثانية اللي تعلمناها في الكيمياء التحليلية أو الويت أو الكلاسيكال ميثودز اللي هي التيتريشن، اللي هي معظم تجاربكم كانت أتوقع كانت لها علاقة بالتيتريشن، اللي أنا بيكون في عندي ستاندر سوليوشن أو تيترانت موجود في البيوريت، وفي يكون في عندي الأنالايت موجود في الفلاسك هنا. طبعا بضيف دائما اللي هو الانديكيتر، بعمل تفاعل، بدور على الاند بوينت او الاكوفالنت بوينت، وبناء على الفوليوم اللي بيطلع عندي بحدد الكميات. فهنا كونه انه هذا التكنيك يعتمد على الفوليوم اللي طالع في البيرت، فعشان هيك اسمه فوليومتريك اناليسز. فالتيتريشن اشهر مثال على الفوليومتريك اناليسز، لانه انا بعمل ميجر ل. لكن في الانسترومنتال ميثود اوف اناليسز اللي احنا بنعمله، احنا بنستخدم الاجهزه في التحليل. يعني هنا ما راح نستخدم جلاسوير وانديكيتورز وويت علشان اعرف الكميات، لا، هنا السيجنال اللي من الجهاز هي اللي راح تعطيني المعلومات المطلوبه في الاناليتيكال كيمستري. طبعا زي ما حكينا انه في عندي انا كوانتيتيف وكواليتيتيف، زي ما كانت الكلاسيكال ميثود تقسم الى كوانتيتيف وكواليتيتيف. يعني لو حكينا هون انه هاي الميثود تقسم الى كواليتيتيف وكوانتيتيتيف ميثود، برضو الانسترومنتال ميثود قد تكون هدفها كوانتيتيتيف او قد تكون كواليتيتيف اناليسيس. زي ما انتم شايفين هنا، هاي مثال على الأجهزة المستخدمة واللي راح تواجهها إن شاء الله أنت في المختبرات أو في خلال التحليل الآلي العملي، أو إذا اشتغلت في الصناعة الدوائية. هذا جهاز من أجهزة السبكتروسكوبي، هذا اسمه UV سبكتروسكوبي. هذا جهاز هنا جهاز الجي سي، هذولا أجهزة كروماتوغرافي كثير مستخدمة في التحاليل الدوائية.
حكينا نفصل اكثر شوي في اللي حكينا قبل شوي اللي هو السيبريشن والديتكشن. فالانسترومنتال ميثود اما ان تكون هدف الانسترومنت انه يكون سيبريشن زي هو الكروماتوغرافي، وهذا تكنيك كثير مهم، ومن تقريبا يعني قد يكون 80-90% من التحاليل الدرج هي باستخدام الكروماتوغرافي، وبالذات اللي هو الليكويد كروماتوغرافي. فالليكويد كروماتوغرافي هذا من اكثر التكنيك المستخدمه في الصناعه الدوائيه. طبعا من اسمه السيبريشن هو مهمته فصل، سيبريشن الفصل، فصل ايش؟ فصل الانالايت عن الماتريكس، فصل الانالايت عن الانترفيرنسز. هذا مثال للي بيطلع من الجهاز. وقت ما ناخذ ان شاء الله الكروماتوغراف راح تعرفوا اكثر واكثر عن الموضوع هذا. لكن هاي السامبل اللي هي الباودر لونه ابيض، هذا اذا ذوبته ودخلته على جهاز، نفترض ان هذا الجهاز اللي هو ليكويد كروماتوغرافي اللي هو هذا الجهاز، الاوتبوت تبعه بيعطيني هاي الرسمه، راح تعلموا شو يعني هاي الرسمه خلال الكروماتوغرافي تشابتر. كيف لكن الاي بي سي هذول يوصلوا مواد، يعني تفترضوا انه هنا كان في عندي اي، كان في عندي بي، كان في عندي سي داخل الماده. يعني نفترض انه هذا عين الدواء موجود فيه فالسرتان واملوديبين اللي فيكم مشتغل في صيدليه بيعرف هاي الادويه، وهايدرو كلورو ثيازيد اللي هي مثلا هاي اي هاي بي هاي سي. جهاز الكروماتوغرافي مهمته السيبريشن. جهاز الكروماتوغرافي راح يقسم لي المواد A B C، يعطيني اياها كل واحد في باند. هاي راح نتعلم هذا الحكي، راح نسميها بيك، قمة. هاي بيك وهاي بيك. هون الجهاز لما يفصل المواد للثلاث كومبوننت منفصلة، فهنا بطل في عندي التداخل بين البي والسي والاي، فصار بقدر احسب الاي لحال والبي لحال والسي لحال. عارف ان هاي مجموعة معلومات كثيرة عليكم بالبداية، لكن هاي عبارة عن مقدمة للي راح تاخذوه في المستقبل. فالمهم اللي تعرفوه في هاي المرحلة انه الكروماتوغرافيك ميثود هي نوع من انواع السيبريشن تكنيك. مهمة الكروماتوغرافي الرئيسية هي اني افصل المواد، فببطل العينة عندي مجموع A B C مع بعض، ما بقدر أحلل كل واحد فيهم لحال. هنا فصل لي هذا الجهاز الـ A والـ B والـ C بحيث إنه أنا أعرف نوع من أنواع الثاني اللي ما راح ندرسه، اسمه إلكتروفوريسز. إلكتروفوريسز برضو تكنيك مستخدم بيعمل على فصل المواد. بالنسبه للديتكشن يعني احنا بالبدايه بنعمل سيبريشن، بعدين بنعمل ديتكشن. ديتكشن اللي هو مهمته يعمل ديتكت للانالايت، يعني اتحسس الانالايت، اعرف شو هو او اعرف كميته بغض النظر. لكن الديتكشن هي كشف عن الماده، ديتكت ذا انالايت. فالديتكشن تكنيك المستخدمة واللي راح ندرس كثير منها اللي هي الأوبتيكال سبكتروسكوبي أتوميك أو مولكولر، اللي هي التداخل السبكتروسكوبي. راح نشوف في تشابتر كامل عن سبكتروسكوبي، لكن السبكتروسكوبي هو تفاعل الضوء مع المادة. فالمادة لما يسقط عليها ضوء راح يصير لها امتصاص أو إشعاع أو فلوريسنس. هذا الخواص راح نستخدمها في الكشف عن المادة. فالسبكتروسكوبي is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation اللي هو light as a function of wavelength or frequency of the radiation. يا طبعا هذه التفاصيل راح تدرسوها في chapter spectroscopy. التكنيك الثاني في detection هو الماس. يعني هون أنا هذا التكنيك أنا كشفت عن التفاعل، نفترض هاي المادة وساقط عليها اللي هو HMU اللي هو الضوء. التفاعل هاي المادة مع الضوء هو اللي بيعطيني الديتكشن، هو اللي بيعطيني تحسس وجود المادة أو تحسس كميتها. التكنيك الثاني اللي برضو راح ندرس عنه اللي هو الماس سبكتروسكوبي، هو مش تفاعل الضوء مع المادة، هو تحسس أو جهاز مقياس الكتلة. فهذا الجهاز بقيس كتل الأيونات، فهذا
كتل الأيونات تستخدم كتكشن تكنيك. راح نتعلم خلال تشابتر اللي هو الماس سبكتروسكوبي نقيس خاصية اسمها M over Z اللي هو الكتلة على الشحنة. بعض التعريفات كم ساعة صارت؟ بعض التعريفات standard solution solution of unknown of known concentration of substance. إذا تتذكروا لما كنا مثلا نيجي نعمل titration مثلا في كان عندي هنا HCl وكنت بدي أعمل titration فباجي بحط هنا solution NaOH بكون تركيزه مثلا إذا في هذا المثال أسف في هذا المثال هنا واحد نورمال طبعا تتذكروا في الان واتش الواحد نورمال هو نفسه المولر فهو نفسه واحد مولر فهذه هي الفكرة في الستاندر سوليوشن ستاندر سوليوشن اللي هو معروف بالضبط تركيزه هو معروف انه 1.00 نورمال ان واتش هذا ستاندر سوليوشن لازم يكون معروف بالضبط تركيزه علشان انا لما اطلع كمية الانالايت اكون دقيق طبعا في مصطلح اسمه primary و secondary standards primary standard و secondary standard هم مصطلحات مستخدمة كثير في الصناعة الدوائية اللي هي ستاندرات اما مرجعي او معتمد على المرجع مش راح اخذ معكم كثير في هاي التفاصيل خليها لما نحكي عن الفارماكوبيا ان شاء الله ممكن اشرح لكم اكثر عن مفهوم البرايمري والسكندري ستاندرد. طيب نحكي شوي عن سيلكتيف اناليتيكال ميثود راح نرجع لها ان شاء الله المره القادمه. في اختيار تكنيك التحليل في مجموعه من القضايا اللي لازم ننتبه لها. واحده من اهم النقاط في اختيار طريقه التحليل انه كميه العين الموجوده والحساسية المطلوبة يعني إذا كنت أنا بدي أحلل عينة موجود فيها 1 ppm أو عينة موجود فيها 30% بيختلف الطريقة اللي ممكن أختارها تختلف تختلف الانسترومنتس باختلاف الحساسية اللي هاي برضو اللي هو sensitivity راح تعلموها إن شاء الله شو يعني sensitivity وكيف نحسب اللي هو sensitivity من القضايا المهمة اللي نفكر فيها اللي هي الأكيوريسي والبريسيجن المطلوب برضو راح نحكي شوية هسه كمان المحاضرة القادمة على الأكيوريسي والبريسيجن لكن قديش أنا نسبة الدقة المطلوبة مني هل أنا لازم يكون عندي زائد ناقص 1% ولا لو كان زائد ناقص 5% هذا اختلافه بيؤدي إلى اختلافي في اختيار التكنيك المناسب زي ما حكينا كم كمية الأنالايت الموجودة في العينة؟ هل هو 1 ppm ولا 50%؟ مش دائما بيكون نفس التكنيك اللي بستخدمه هون أو بستخدمه هون إيش الانترفيرنسز الموجودة؟ يعني في عينات ممكن تكون عندي أنا عينة ووتر بحلل فيها ليد ممكن أحلل الليد في سويل فهذا الماتريكس اللي هو المكونات السامبل إلها علاقة باختياري للمادة شو نوع السيبريشن اللي أستخدمه هل الماتريكس صعب ولا هل الماتريكس سهل يعني من الماتريكس الصعب بالعادة اللي هو الفود يعني الفارماسيتيكال كماتريكس أسهل من أو يعني الماتريكس أبسط من الفود الفود لا بده معالجة يعني تخيلوا أنه أنا بحلل باراستامول في لحوم الحيوانات كثير بدي أعمل إجراءات في اللحمة قبل ما أنا أصل أني أحلل الباراستامول لكن إذا بحلل الباراستامول في التابلت عملية تحضير العينات بتكون بسيطة فهو تقريبا نقدر نحكي في سامبل بريباريشن الانفيرومنتال ووتر وأسهل إشي بعدين اللي هو الفارما بعدين اللي هو الفود
ويكافئ الفود اللي هو البيولوجيكال سامبلز. ايش يعني بيولوجيكال سامبلز؟ يعني اذا كنت انت بدك تحلل باراستامول في الدم او في في بلازما الدم او في سيرم الدم او في البول، عاده البيولوجيكال سامبل صعبه بصعوبه الفود وبدها شويه سامبل بريبريشن. الفارماسيوتيكال اللي هو مثلا اللي هو التابلت اللي راح تواجهه بالصناعه الدوائيه اسهل من البيولوجيكال والفود سامبلز. اذا كانت عينتك فقط عينه نهر مثلا او عينه بحر راح تكون اسهل واسهل. طيب مش راح نخوض كثير في موضوع الفارماكوبيا هون، لكن في قضية اللي هي الأسي، هاي راح نتركها المرة الجاي إنه شو يعني أسي وشو بالضبط إحنا في الصناعة الدوائية تقريبا شو هو هدفنا من التحليل. زي ما شايفين لسه هذا في المقدمات عامة عن التحليل والكيمياء التحليلية والإنسترومنت أناليسيز، إحنا لسه ما دخلنا تقريبا في صلب مادتنا. إن شاء الله المحاضرة القادمة نوقف هون، أتذكر عند اللي هو السلايد رقم 17. طيب بالنسبة للحضور والغياب أحضر لكم الفورم. طيب إذا حدا عنده سؤال ممكن إنه يرفع إيده وممكن إنه يكتب في المسجات. طيب أنا أحضر لكم ال duplicate. احنا شهر 2 شعبة رقم 2 تاريخ اليوم يوم 23/2/2021 طيب لو سمحتوا هذا الفورم الكيمياء التحليلية اللي أخذ معي بيعرف يستخدمه المفروض، الباقي يجرب اللي أول مرة بيستخدمه، هو عبارة عن اسمك ورقمك الجامعي فقط عشان أعرف حضورك لهذا اليوم. اللي عنده مشكلة وما قدر يسجل على الفورم مباشرة يكتب لي على المسجات، يعني بعطي بعد دقيقتين ثلاثة عبين ما أسكر الفورم. تمام عندنا شعب رقم
شعبي رقم واحد ثلاثة وعشرين من أوكي طيب 34 طبعا حاولوا ما تكرر وأنا عارف مرات ببين معكم إنه كرر في عندي واحد اثنين واحد اثنين يعني أمل وآلاء أنتم مرتين بس مش مشكلة يعني هو فعليا 34 واحد اوكي ممتاز هيك الجميع سجل تمام هيك بنكون خلصنا المحاضرة اذا حدا عنده سؤال انه ممكن يسأل اللي ما عنده سؤال ممكن انه يغادر الميتنج والله يا علي ما أنا متأكد يعني بالعادة بتنزل بس أكيد ما بقدر أأكد لك يعني لازم تسأل القسم للاحتياط بس هو أنا صراحة أفضل دائما أنك تأخذ المختبر بعد المادة مش مزامنة مع المادة أنا هيك بشوف دائما أنه الأحسن أنه تخلص أنت كل المادة وتفهمها وتكون فاميليار معها بعدين تيجي تاخذ المختبر كثير مرات بصير انه تكون في موضوع في المختبر لسه ما خلصت دراسته انت او ما اخذته في الكورس فانا يعني نصيحتي دائما انك خذ المختبر بعد تمام ما حدا عنده أسئلة إن شاء الله يوم الخميس بنكمل في موضوع introduction يعطيكم العافية والسلام عليكم.